السلام عليكم. اليوم جئت فقط لأتحدث على فيديو أثار جدلا اليوم على منصة تويتر، والأمر يتعلق بمهاجر غير شرعي قادم من أمريكا الجنوبية، شخصيا من لكنتي لا أعلم أي دولة، لكن أعتقد أنه ربما فنزويلا أو كولومبيا. فهذا المهاجر غير الشرعي يظهر في فيديو يحمل فيه ابنته التي ربما 6 أشهر أو أقل من سنة على كل حال، وقام بنشر فيديو على حسابه على الإنستغرام يتحدث فيه باللغة الإسبانية، ويتحدث فيه إلى المهاجرين غير الشرعيين ربما في بلده كيف أنه حصل على العديد من المساعدات فقط لأن ابنته مولودة في أمريكا، واعتبر ابنته بأنها منجم ذهب وأنه يعني ليس عليه العمل لأنه يحصل على العديد من الأموال من الدولة. هذا هو الفيديو. Le presento a Charo Leonela. Miren esta preciosura, hermosa, bella. Muchachos, ella es la que me mantiene. Por eso yo no trabajo. Porque el gobierno le da lo que le pertenece a mi hija por ser ciudadana americana. Capichi, no tengo necesidad de trabajar porque, bueno, muchachos, como pocos, esta princesita ya. Por ser americana ya recibe mucho dinero. Capichi. Y bueno, como pocos muchachos, mírenla. Aquí ustedes pueden ver el arte hecha realidad. Y bueno, muchachos, muchos querían saber de dónde yo pago el dinero, dónde saco yo el dinero. Muchachos, la vuelta es tener hijos en Estados Unidos. ¿Sí o no, mi amor? ¿Sí o no, mi amor? Charo, Charo, mira, dile a estos seguidores. Tengo que me dé un besito, pero. Dígale, dígale, papá. Muchacho, aquí está la mina de oro. La mina de oro. Charo, ¿quién es la mina de oro? Ahí está. Yo, diga. Yo. Ay, 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 ay. فكما لاحظتم من خلال هذا الفيديو، هذا الشخص يشرح كيف يحصل على أموال وأنه ليس في حاجة إلى العمل لأنه فقط ابنته ولدت في أمريكا، ويقول في مقطع في الفيديو بأنه كيف سوف تحصل على الأموال في أمريكا، عليك أن تخلف، يعني عليك أن تلد طفل في أمريكا وبذلك سوف تحصل على مساعدات. بالطبع هذا الأمر لا ينطبق على المقيمين الشرعيين، يعني المهاجرين غير الشرعيين لا ينطبق عليهم هذا الأمر، لأنه كمهاجر شرعي تدخل الولايات المتحدة الأمريكية يعني ترزق بطفل، كلنا نعلم هذه الأمور، حسب دخلك ربما تحصل على ما يطلق عليه ببرنامج الويك، وهو Women Infant Children ويك، وهي يعني بطاقة أكل تمنح للأم الحامل أو الأم المرضع أو الطفل إلى غاية أن يصل إلى 5 سنوات، أو ربما تحصل على قسائم طعام بسبب دخلك الأسري. لكن أن ترزق بالطفل في الولايات المتحدة الأمريكية وتحصل على أموال ولا تحتاج إلى العمل، فهذا يعني أضع أمامه علامة تعجب وعلامة يعني استفهام. ف على كل حال هذا الموضوع أثار ضجة على منصة تويتر، ليس فقط من الأمريكيين بل حتى من اللاتينيين الذين وجهوا يعني السب لهذا الشخص الذي يعتمد على ابنته وعلى إعانات التي تحصل عليها ابنته المولودة في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنه ليس عليه الذهاب إلى العمل، وحتى من شكله لا يظهر عليه أنه يشتغل. فلذلك هناك العديد من الأمريكيين الذين يطالبون بوقف يعني تقديم أو الإدلاء بالتصريح الضريبي، لأنه الأموال التي تقطع من دافع الضرائب الأمريكي تذهب لمثل هذا الشخص، ويتبجح في فيديوهات على أنه لا يحتاج إلى العمل.
هناك أمريكيين يطالبون بإنهاء منح الجنسية للأشخاص الذين يرزقون بأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا المهاجرين غير الشرعيين، يعني لا تحدد على مهاجر شرعي، يعني إنسان قادم عن طريق القرعة الأمريكية أو عن طريق أي برنامج قانوني شرعي ودخل أمريكا واستقر في أمريكا، شخصيا لا أطالب بمثل هذا الأمر. لكن شخص مثل هذا يقول أنه تريك أو الخطة لكي تحصل على إعانة أنه يجب أن ترزق بطفل في أمريكا وتستغل ذلك الطفل، هذا الأمر يعني صراحة شخصيا أعتقد أنه يجب إلغاء الجنسية من تلك الفتاة، رغم أن القانون أو الدستور الأمريكي يعني يعارض هذا الأمر، لكن أقول هذا المستقبل، وهذا الأمر تحدث عليه دونالد ترامب في فترته السابقة حينما كان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، كان يطالب بوقف منح الجنسية لمواليد، يعني مثلا إنسان قادم يعني سياحة يرزق بطفل يحصل على الجنسية لذلك الطفل، هذه الأمور طلب بها دونالد ترامب. فتصوروا الآن في هذه الظرفية في سنة 2024 مع تدفق المهاجرين غير الشرعيين والاستفادة الذين يستفيد بها المهاجرين غير الشرعيين، ماذا سوف يقع؟ الخطير في الأمر هو الذي أريد أن أختم به هذا الفيديو، أن هذا الشخص سوف يقوم بنشر فيديو آخر، سوف يظهر في هذا الفيديو وهو يبكي لأنه تم التواصل معه من جهة يطلق عليها جهة حماية القاصرين، هذه الجهة استدعته للتحقيق معه في هذا الفيديو الذي قام بنشره. فهذا فقط حذري لبعض الناس الذين ربما لديهم مثل هذه الأفكار، حذري أن تستغل مثلا الأطفال أو تقوم باحتيال يكون لك دخل وتحتال أي شخص علم بهذا الأمر، سوف يتم يعني يقوم بالإخبار عليك. فهذا فقط من بين قوسين، فيقال أن هذا الشخص ربما، أقول ربما، سوف يتم ترحيله وسوف يتم سحب طفلته منه، وهذا أمر يعني كأهل يعني أمر صعب، لكن صراحة أقول صراحة لا أقول أنه يستحق، لكن هو من قام بالتبجح أمام الكاميرا ونشر الفيديو الذي الآن شاهده العديد من الناس في جميع أنحاء العالم، خصوصا هو في الولايات المتحدة الأمريكية، وكما قلت الآن استدعي للتحقيق في هذه القضية. فما هو تعليقكم على مثل هذه الأمور؟ شكرا لكم، السلام عليكم.